طب رجعنا لكم واحنا كنا وقفنا عند جمله مهمه جدا جدا يا اكرم بيه. حضرتك قلت ان ربما جمله تطلع سواء بعمد او غير عمد تاخد الناس في سياق وفي اتجاه يعني يؤدي الى نتائج وخيمه جدا. ودي شفناها ايام ماتش مصر والجزائر في السودان، الازمه الشهيره اللي تجاوزناها بحكمه الكبار المسؤولين، ثم الاهلي والترجي، الاهلي والهلال، الاهلي والرجاء، والان هناك كمان في الخارج بقى اللعبه بقت عدوى يتلقف انه يقول كلمه تفسر هو احنا خسرنا ليه في ازمه استاذ ابراهيم. التصريح صحيح. الذي تم تسريبه على لسان نائب رئيس المريخ السوداني، واللي طبعا كل اي عاقل يسمع الكلام يقول لك هو في ايه ده. حتى انا كان في ولد زملكاوي عامل على السوشيال ميديا قال لهم يعني انا راجل زملكاوي بس تضحكوا علينا في ايه؟ الاهلي هيدي 2 لعيبه وهيكسب له صن داونز، والهلال رايح جاي وهيفوت له ماتش، كل ده عشان يجي يلعب ماتشه مع الاهلي هنا في مصر. يكسب ده كله يبقى محتاج يلعب الماتش ده هنا. قال لهم يعني انتوا عايزين تفهمونا ان ده ممكن يحصل؟ فياتي رئيس نادي الهلال المريخ المريخ بجمله صغيره جدا يوسف كده، قال لهم يا جماعه احنا لما اتفقنا نيجي مصر اتفقنا مع كابتن الخطيب كنا في دور ال 32 وما كانش لسه عارفين ان احنا هنقع مع الاهلي. تفويت ايه قبل القرعه؟ فحضرتك بعد دور نسمع 16. الاول عشان يقدروا يسمعوا. طيب هو بس عشان نحط الساده المشاهدين في اصل المشكله، حصل تسريب لنائب رئيس نادي المريخ السوداني محمد احمد، استاذ محمد احمد، قال انه كان في اتفاق حصل بيننا وبين إدارة النادي الأهلي اللي المهندس أشار إليه، إنه الأهلي هيكسب لنا الهلال وصن داونز رايح جاي، ده في مقابل إيه؟ في مقابل إن المريخ يوافق يجي يلعب في ملعب الأهلي والسلام. لا يعني يلعب ماتش الأهلي. عشان يجي يلعب ماتش الأهلي، الأهلي هيسيب له مباراة من المباراتين وهيكسب له الهلال وصن داونز رايح جاي وهيدي له 2 لعيبة أجانب. في مقابل إيه؟ إنه يجي يلعب مباراته هنا. طيب هو بالمنطق اللي أشار إليه المهندس عادل، من ناحية المعلومات المريخ السوداني لعب مع زناك والزامبي في دور 16 في ملعب الأهلي والسلام. يعني الاتفاق حصل هو لعب مع إكسبريس الأوغندي في دور 32 في السودان، بس ابتداء من دور 16 وقبل إجراء القرعة لعب في القاهرة، فما كانش محتاج أو ما كانش يعلم القرعة هتجيبه مع الاهلي ولا لا؟ او في دور ال 32 لان لا ال 32 كان في السودان مع اكسبريس لعب في ملعب الهلال. 64 يا استاذ ابراهيم دلوقتي بقت 4 مجاميع في 4. هو الدور اللي قبل المجموعات اللي قبل المجموعات كان على طول هنا في القاهره. لكن طب ما هو انت عملت ده قبل القرعه، ما كنتش تعلم ان القرعه هتيجي لك مع الاهلي. ثانيا لما القرعه اتعملت والجدول اتعمل بقت اخر مباراه للاهلي والمريخ. طب هو الاهلي محتاج يلعب في القاهره مباراه تحصيل حاصل؟ ما هو خلاص هيكسب لك الهلال ويكسب لك صن داونز، ايه الثمن اللي الاهلي هياخده؟ كان الكلام غريب جدا يا استاذ اكرم. هو ده مجرد تصريح صغير، هو هدفه مش الكوره ومش هدفه مش المباراه. هدفه اشعال نوع من الخناقه ويبدا تفسيرات، ناس تلوم هنا ويتعاملوا معاه لانه حقيقي مع انه هو شائعه ومش موجوده ومش منطقيه. يمكن دلوقتي السوشيال ميديا او النيو ميديا بقت فكره التحليل والجمهور بقى عنده درجه كبيره من الوعي، يعني في طريقه دلوقتي بقى في ناس بتتكلم ازاي تفرق بين الشائعه والحقيقه، ازاي تتعامل بمنطق ان ده مش منطقي. بس ساعات في ناس بتحب الكذبه، في ناس بتاخدها ان هو عايز يصدق الكذبه عشان يمارس نفس التهمه. دول بتوع الفتن بقى اللي هو ايه، عاوزين خناقه. زي ما حضرتك ضربت مثل قبل كده بالجزائر ومصر، اللي هو العلاقات بين الدول اهم بكتير جدا من اي مباريات. وصلنا لنوع من يعني بعض الاطراف وصلت لنوع من الانحطاط انه بقوا يشتموا في حاجات يعني صعبه جدا. واعتقد ان العقلاء في كلا الطرفين لموا البتاع، والحقيقه كان في ناس كبار يعني مفترض اقول وقتها دخلوا في الموضوع ده وبداوا يتكامل. فانا الكلام ده مش منطقي. هدفه في النهايه ان انا اعمل خناقه ويبقى مصر والسودان ومصر والمغرب، يعني نعمل خناق ونسيب الماتش اللي هو المتعه الحقيقيه اللي احنا بنقول ايه،
الهدف في النهايه هو المتعه والتشويق. احنا بنفقد المتعه والتشويق لصالح شويه شائعات وشويه خناقات وشويه رتح. اي انسان سوي لا يستمتع بالفوز الا اذا كان بجداره وشجاعه. بالظبط بالظبط. هيستمتع ازاي بشراء و... اتفضل. انا عندي مداخله بس. اتفضل. احنا طبعا السوشيال ميديا او النيو ميديا في العالم كله نفس او مش فيها مشاكل بس اقل شويه من عندنا. يعني لكن التعصب الجماهيري موجود في كل حته. صحيح. التعصب الجماهيري مدرب مانشستر اتهدد انه هيفجر بيته وبلغ الشرطه ومانشستر يونايتد في الماتش الاخير بعد الهزيمه. مدرب بايرن ميونخ بعد ما خرج 450 تهديد بالقتل. في مهاويس للكوره. لكن الازمه كلها كيف اتعامل مع المهاويس دول؟ كيف ادير الخلاف معهم؟ كيف ادير انفعالاتهم؟ كل ده من النخبه الرياضيه. النخبه الرياضيه اذا كانت تحت مستوى الشغلانه اصلا صعب جدا انها تدير الخلاف ده. يعني جمهور متعصب ومندفع. ماشي. حضرتك صوتك واطي جميل جدا بس ارجو يكون في الميكروفون واصل للناس. مكسوف. لكن يا ريتني كنت اتمتع بهذه الميزه. لا لا. لانك تبان هادف حتى وانت منفعل. بس بره الهواء مش هادي خالص. مش هادي خالص. طيب.